في الساعات الأولى من صباح 15 نيسان اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني والذي يقوده عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها محمد حمدان دقلو. بدأت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومناطق متفرقة من السودان، وبعد ساعات قليلة أعلنت الدعم السريع سيطرتها على مطار وقاعدة مروي العسكرية شمال البلاد والأبيض وسط البلاد. الخلاف بدأ خلال الأشهر الماضية بين البرهان ودقلو، حيث تعتبر الحرب السودانية الدائرة حتى اللحظة هي حرب الجنرالين، الذي يسعى كل واحد منهما إلى فرض سيطرته وقوته على الآخر. فبحسب مسؤول رفض ذكر اسمه في حركة الجبهة الثورية قال لأخبار الآن إن الصراع نشأ لعرقلة التوقيع على الاتفاق الإطاري، والذي كان ينص على دمج الدعم السريع والجماعات المسلحة داخل الجيش، ويريد حمديتي أن تكون فترة دمج قوات الدعم السريع خلال 10 أعوام بدلا من 2 بحسب الاتفاق، حيث يسعى الجنرالان إلى ابتلاع كل منهما الآخر. معارك استنزاف. خلال الأيام 5 الماضية استمرت المعارك بين كر وفر، ولم تستمر سيطرة كل طرف على مواقعه أكثر من ساعات، خاصة مع دخول القوات الجوية للجيش في المعركة. فقد استهدفت طائرات الجيش مقرات الدعم السريع، وهو ما يراه خبراء عسكريون خطة ذكية من قيادة الجيش لاستنزاف الدعم السريع. فبحسب جلوبال فاير باور فإن هناك فارقا كبيرا في التسليح بين الجيش السوداني والذي يصنف أنه من أقوى جيوش القرن الأفريقي وبين قوات الدعم السريع، حيث يبلغ عدد منتسبي قوات الجيش السوداني 205,000 جندي، منهم 100,000 من القوات العاملة و50,000 من قوات الاحتياط، بالإضافة لامتلاك القوات الجوية التابعة للجيش ما يربو إلى 191 طائرة حربية تتنوع بين طائرات هجومية ومقاتلة وشحن عسكري، فضلا عن المدرعات والآليات العسكرية والمدافع الثقيلة. بينما تقدر قوات الدعم السريع بنحو 100,000 مقاتل وتمتلك 10,000 سيارة دفع رباعي مزودة بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومضادات للطائرات ومدافع، وهو الذي يعطيها مرونة في الحركة والحرب داخل المدن. ووفقا للمعلومات الميدانية فقد قام الجيش باستنزاف قوات الدعم السريع عن طريق فتح العاصمة أمامهم، بدلا من إغلاق العاصمة بواسطة المدرعات، وذلك من أجل تقليل قوتهم وبعد تدمير مقر قيادة الدعم السريع وقتل واعتقال معظم قادتهم الميدانيين الفعالين والمدربين بالقتال. أصبحت هذه القوات بدون قيادة أو هدف أو وسيلة اتصال فعالة، معتمدة فقط على الهواتف الجوالة، مما يسهل عملية اعتراض مكالماتهم ومراقبتها. موازين القوى خلال أيام الحرب الأولى. من خلال تتبع حركة الصراع ومناطق السيطرة خلال الأيام الماضية يتضح أن قوات الدعم السريع لم تحافظ على المكاسب الميدانية أكثر من يوم، وذلك بسبب الطيران وفارق التسليح، إلا أنها تحقق انتصارات ميدانية باعتمادها على استراتيجية حرب الشوارع والهجمات الخاطفة، حيث تسيطر حاليا على محيط مطار الخرطوم والقيادة العسكرية، بالإضافة إلى تمركزها في محيط القصر الجمهوري، بينما تتوزع الاشتباكات العسكرية في بقية الولايات. ومن الظاهر هو سيطرة الجيش على معظم المناطق في مختلف ولايات السودان، بعد أن كانت قوات الدعم السريع سيطرت على معسكرات خارج الخرطوم، إلا أنها عززت بمعظم قواتها للخرطوم. وبحسب مصادر في السودان لأخبار الآن فقد شهدت الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء 18 نيسان هدوءا حذرا، وذلك بموجب هدنة تم إقرارها من الجانبين لفتح ممرات آمنة للاستجابة الإنسانية ومرور المساعدات، بالإضافة للسماح للهلال الأحمر بانتشال جثث الضحايا.